أسعدتم صباحا مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. بداية، خص أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، خصه باستقبال رسمي ببهو رئاسة الجمهورية. فبعد تحية العالم واستعراض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، استقبل السيد الرئيس ضيف الجزائر. وبمقر رئاسة الجمهورية أجرى سيد الرئيس محادثات ثنائية مع نظيره رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم. هذا وقد توسعت هذه المحادثات لتشمل وفدي البلدين. وفي لقاء صحفي مشترك تطرق الرئيسان إلى العلاقة الثنائية بين الجزائر والنيجر وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا شاكر كثير السيد الرئيس رئيس الجمهورية النيجيرية سي محمد بازوم على الزيارة الأخوية اللي يقوم بها حاليا في الجزائر مع وفد هام وهام جدا اللي فيه كل القطاعات. المفاوضات أو المحادثات الأولية جعلتنا دولتين تقريبا متفقين على كل ما طرح من طرف الإخوان تاع النيجر، تعاون في كل الميادين، تعاون على مستوى الري، على مستوى النفط، على مستوى التبادل بين الحدود. اتفقنا كذلك على فتح الحدود
بين الدولتين لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر والعكس استيراد المواد النيجيرية نحو الجزائر. اتفقنا كذلك على أن تكون هناك سياسة واضحة بالنسبة لإخوان العمال تاع النيجر اللي يجوا يشتغلوا في الجزائر في مختلف القطاعات. بالنسبة للتعاون كذلك التعاون الأمني اتفقنا على تماما يعني ما فيش بصفة عامة ربما خلي التفاصيل الأخي سي محمد بازوم لإدارة الجمهورية تاع النيجر، ولكن بصفة عامة كان اتفاق تام على كل المشاكل أو الأمنيات التي طرحت من طرف الإخوان تاع النيجر في التكوين في وغيره. شكرا. Merci, Monsieur le Président. Nous venons d'avoir. شكرا سيد الرئيس. كانت لنا محادثات ثنائية مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون لتتوسع بعدها هذه المحادثات بين وفدي البلدين. وأنا جد ممتن للسيد الرئيس والحكومة الجزائرية والشعب الجزائري لحسن الاستقبال والضيافة والتي عهدناها دوما من هذه الدولة الشقيقة. أشكر الجميع على هذه المعاملة الحسنة. لقد عملنا على النقاط المشتركة التي تجمعنا وخاصة تلك التي تهم مصلحة البلدين. هنالك تنسيق محكم بيننا خاصة في المجال الأمني وكذلك الاقتصادي والاجتماعي. لقد أعلمت الرئيس تبون بالبرنامج الذي بشرناه في منطقة ديفا لإعادة كل الساكنة التي هاجرت منذ سنة 2015 بفعل الأمن التي تعرفه قرى هذه المنطقة. العملية تمس أزيد من 100,000 شخص، وهنا نحتاج إلى نوعين من المرافقة، مرافقة إنسانية وأخرى تنموية للدفع بالاقتصاد في هذه المنطقة الواقعة أقصى شرق النيجر. تكلمت كذلك على برنامج الفتح الجزئي للحدود بين البلدين فيما يخص التبادل التجاري والتي تفتح كل أسبوعين، وعليه أعلمت الرئيس تبون عن أملنا بالفتح الكلي للحدود من أجل أن نرتقي بمستوى التبادل التجاري بين بلدينا. كذلك تناولنا ملف العمال النيجيريين بالجزائر وعددهم في تزايد نظرا لفرص العمل المتاحة والظروف الحسنة التي يجدونها هنا بالجزائر، لكن للأسف هم دائما يرحلون ونحن بحاجة ماسة إلى هذه النافذة أن تكون مفتوحة أمام العمال النيجيريين. ورئيس تبون أبدى اهتمامه بشأن هذا الملف. نيجيريان le président Tebboune a été particulièrement sensible et bienveillant sur cette question. تحدثنا أيضا حول استغلال النفط من قبل شركة سوناتراك، مشروع كوزوديك نيجيريا نيجر الجزائر، كما تطرقنا أيضا إلى الملفات التقليدية التي تجمعنا في عدة مجالات فيما يخص كذلك التكوين المهني وكل المجالات الكلاسيكية التي دائما نتعاون بشأنها.
هو نقاش مثمر تمخض عنه جهاز تنسيق يترأسه عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية، وأنا جد مقتنع أنه سيعطي دفعا قويا للتعاون بين بلدينا، ولهذا أشكر جزيل الشكر رئيس تبون والحكومة الجزائرية. C'est pourquoi je remercie très vivement le président Tebboune ainsi que le gouvernement algérien. Merci. Merci, mon frère. Merci. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تسلمت تونس مساء أمس مساعدات جزائرية تمثلت في قرابة 20 طنا من المعدات والمستلزمات الطبية و250 ألف جرعة لقاح في إطار تضامن الجزائر مع تونس في مواجهتها للتفشي الكبير لفيروس كورونا. ورفق وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد هذه المساعدات المحملة على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية إلى العاصمة تونس، أين كان في استقباله بمطار قرطاج الدولي وزير الدفاع التونسي والوزيرة مديرة الديوان برئاسة الجمهورية التونسية. ووزير الصحة موفد التلفزيون إلى تونس خليل تواتي. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على تسليم شحنة المساعدات الطبية للسلطات التونسية. المساعدات الطبية هذه تحتوي على 250 ألف جرعة لقاح وقرابة 20 طن من المستلزمات والمعدات الطبية لمجابهة جائحة كورونا كوفيد-19 بالشقيقة تونس. كلفني السيد عبد المجيد تبون سيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع سيد بن عبد الرحمن أيمن وزيرنا الأول، وبعد مواصلة مع أخيه سيد قيس السعيد رئيس الجمهورية التونسية، وكلفني أولا بتقديم تحيات الرئيس لأخيه رئيس التونسي، وتحياته وتحية الشعب الجزائري للشعب التونسي بالخصوص في هذا الوضع العصيب اللي تواجهه تونس الشقيقة. وكلفني بأن أعمل كل ما أقدر نعمله لتقديم مساعدة للشعب التونسي الشقيق. فيه طائرتين محملة بعتاد طبي وأجهزة طبية متنوعة وأدوية، كلها بالطبع لمواجهة هذا الوباء. وفيه كما قلت فيه شاحنات للأكسجين، لأنه هو العلاج حاليا والطلب هو طلب الأكسجين. وكذلك لأن حاليا احنا بالنسبة لمحاربة هذا الوباء هو اللقاح، إذن حصلت الجزائر على كمية من اللقاح، وطلب مني سيد الجمهورية أن نتعاون مع تونس الشقيقة بالنسبة للقاح. فيه 250 ألف جرعة من لقاح سينوفاك، إذن هذا كله في إطار تضامن بالبلدين. وما نتفكر ساقيت سودي يوسف في 1958 وضحايا تونسيين في ساقيت سودي يوسف، ولو ما كانت الحدود لأنها ناتجة شعب واحد مصير واحد. سيادة الرئيس يبلغ تحياته الأخوية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وليك أنت شخصيا، ونقدرنا برشا أنه يجيوا هالمساعدات وهالتلقيح ومعاهم السيد وزير الصحة، فمرحب بك في تونس، مرحبا بك، وإن شاء الله هذه لبنة من لبنات الأخوة والصداقة والعلاقات الأخوية بين الجزائر وتونس. الهبة التضامنية هذه تأتي لمساعدة السلطات التونسية على مواجهة تفشي فيروس كورونا والوقاية منه في ظل الصعوبات التي تعرفها المنظومة الصحية بتونس. كل الشكر من أعماق القلب للشقيقة الجزائر على هذه الحركة النبيلة وهذه المساعدة القيمة التي جاءت في الوقت المناسب، وهذا ليس بالأمر الغريب بين دولتين شقيقتين وبين أخوين، فتعرف الأخوة والأشقاء وقت الشدة، ونحن الآن نمر بفترة حرجة
على المستوى الطبي لمقاومة هذه الجائحة. الهيبة اللي عطيتوها لنا جت في وقتها، والمعاملين عليكم برشا في تمكيننا من كميات في الأكسجين. نجدد شكري إلى الشعب الجزائري، وإحنا مستعدين ومفتوحين للتعاون التام معكم وفي كل المجالات. المساعدات الطبية هذه مبادرة أخوية تعكس عمق العلاقة بين الجزائر وتونس، وتأتي تعزيزا لأواصر التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين لمواجهة جائحة كوفيد 19. من مطار قرطاج الدولي، خالد واتي، مبعوث التلفزيون الجزائري، تونس. تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021. وفي هذا الإطار ستشرع الجهات القضائية المختصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن 60 شخصا للالتحاق بذويهم وعائلتهم قبل نهاية هذا الأسبوع. برلمانيا صدق أمس مجلس الأمة بالإجماع على أعضاء مكتب المجلس في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صالح جوجيل، خصصت لتنصيب أجهزة وهيئات المجلس المتمثلة في نواب الرئيس ومكاتب اللجان الدائمة. وكانت المجموعات البرلمانية قد عقدت اجتماعات داخلية لاختيار ممثليها الذين سيشغلون منصب نواب الرئيس، وعدده هم 5، وكذا مكاتب واللجان الدائمة. وتمت خلال هذه الجلسة المصادقة على القائمة الاسمية لنواب الرئيس المقترحة من قبل المجموعات البرلمانية وكذا مسؤولو هياكل المجلس. دخلنا في مرحلة من المراحل الشفافية والديمقراطية لما نطبقوها على رواحنا ونحترموها، نقدر نتكلم عليها ونمد توجيهات عليها. الجزائر راهي تعيش مرحلة من المراحل الهامة في تاريخها من أجل الديمقراطية الحقيقية ومن أجل بناء مؤسسات قوية، مؤسسات اللي تواجهت كل التحديات وأمامنا تحديات. في الانشغال الصحي وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة، فيما تمثل 584 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسبما كشفت عنه أمس وزارة الصحة. وبهدف توسيع حملة التلقيح خارج الهياكل الصحية للحد من انتشار الفيروس، استفاد عمال وموظفو قطاع الجماعات المحلية بولاية مستغانم ومواطنو الأحياء الشعبية بعاصمة الطيطرية المدية استفادوا أيضا من عملية التلقيح، إلى جانب مستخدمي الجماعات المحلية والهيئات التنفيذية. كما تم تخصيص 90 سريرا بمستشفى محمد بوضياف بكل التجهيزات تحسبا لأي طارئ. كما اختتمت أمس المرحلة الأولى من عملية التلقيح لعمال الإذاعة والتلفزيون، والتي جرت بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بتكريم الطاقم الطبي المشرف على العملية. وبولاية تبسة تمكن أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع أعوان الغابات مدعومين بأفراد الجيش الوطني الشعبي، تمكنوا من إخماد حريق غابة العاطف بعد 3 أيام من نشوبه، متسببا في إتلاف مساحة غابية تزيد عن 250 هكتارا. العملية سخرت لها تعزيزات خاصة للحماية المدنية قادمة من الولايات المجاورة.
وجندنا كل الوسائل المادية والبشرية للتدخل في الوقت المناسب لإخماد هذا الحريق اللي هو في مكان تضاريس صعبة في جبال أودية، أماكن صعبة الوصول إليها مع رياح قوية مع شدة الحرارة، صعبة علينا نوعا ما العملية، ولذا سطرنا أولويات. الأولوية الأولى تاعنا كانت حماية أرواح المواطنين الأحياء القريبة من موقع الحريق، وكذلك الحياة نتاع الأعوان اللي يدخلوا في عملية الإطفاء. الأولوية الثانية كانت تطويق الحريق في مكان معين وعدم سماح لانتشاره في أماكن مجاورة. دوليا وفي الشأن الصحراوي، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية المغرب بعد إدانة الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن طعام منذ أكثر من 3 أشهر ب5 سنوات سجنا نافذا، داعية الرباط إلى حماية الصحفيين وتوفير أجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر والتهديدات. من جهة أخرى، أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المغربي من استهتارها بأرواح الصحراويين، معتبرة الاعتداء الذي طال مؤخرا المناضل الصحراوية سلطان خيا جريمة متكاملة الأركان في الشروع في القتل الممنهج، مستهجنة تجاهل المؤسسات والآليات الأممية لهذه الجرائم. إلى ذلك، جددت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفها لمواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات الكلتا، حوزة الفرسية والمحبس، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 244 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، أكد أن جائحة فيروس كورونا أودت بحياة أكثر من 4 ملايين شخص ودمرت الاقتصاد العالمي وتركته في حالة انهيار، وقد أثرت سلبيا على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وسجلت روسيا رقما قياسيا يوميا في الوفيات ب 780 حالة وفاة وأكثر من 24,000 إصابة جديدة بالمتحور دلتا خلال 24 ساعة الأخيرة. يحدث هذا في وقت كثفت فيه فرنسا من عملية التلقيح، لكنها ستفسح الطريق اليوم أمام العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني رغم المخاوف من متغير دلتا، وذلك وسط إجراءات تقييدية بالحصول على تصريح صحي وارتداء الكمامات والتباعد للمتفرجين في ساحة الشانزليزي. رياضة الآن، حيث لعبت أمس مباريات الجولة 31 لبطولة المحترف الأول لكرة القدم، حيث فرض اتحاد بسكرة تعادل على شباب قسنطينة بهدف لمثله، فيما تفوق الوصيف شباب الوزداد على جمعية شلف بهدفين لهدف واحد، في حين تغلب أولمبي المدية على شبيبة سكيكدا ب3 أهداف مقابل صفر، كما ظفر سريع غليزان بالنقاط 3 بتفوقه على نجم مجرى بهدف نظيف، وتغلب نادي بارادو على ضيفه وداد تلمسان بهدف دون رد. وباقي النتائج جاءت على النحو التالي: أهل برج بوعريريج 0، شبيبة الصورة هدف، اتحاد بالعباس هدف، جمعية عين مليلة 0، مولودية وهران 4 أهداف، وفاق سطيف 0. أما الديربي العاصم بين المولودية والاتحاد فانتهى بالتعادل 2-2. وبأخبار رياضة نختم النشرة في أمان الله.